ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لوزارة الصحة بتكثيف استقدام الخبرات الطبية العالمية المتخصصة لعلاج المرضى داخل مملكة البحرين، تم إجراء أول عملية من نوعها في مملكة البحرين. العملية كانت لسيدة بحرينية في العقد الخامس من العمر بالعمود الفقري، واستغرقت 6 ساعات وتكللت بالنجاح التام. وقد ترأس البروفيسور الفرنسي ريجار عساكر الأخصائي في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري فريق جراحة العظام بمجمع السلمانية الطبي لإجراء العملية الجراحية المعقدة، حيث تعد من العمليات الصعبة. وأشار البروفيسور عساكر إلى أنه خلال العملية تم تدريب الفريق على كيفية إجراء هذه العمليات من أجل تصحيح التشوهات ومشاكل العمود الفقري الصعبة، لافتا إلى كفاءة الفريق الطبي واطلاعه على آخر المستجدات في مجال الطب وجراحة العظام. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور جاسم المهزع رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي. مرحبا بك دكتور. يعني بالإضافة إلى الأهمية التي ذكرت قبل قليل في خبرنا لبرنامج الأطباء الزائرين للمملكة، وهي الاطلاع على الحالات المرضية وأيضا تدريب الكوادر الوطنية داخل المستشفيات على إجراء مثل هذه العمليات، ما الأهمية التي يمكن أن تصنف بها برنامج الأطباء الزائرين وتكثيف أعداد هؤلاء الأطباء الذين يزورون المملكة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. هي الأهمية تكمن أن التطورات الطبية خاصة في مجال الجراحة وتحديدا في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري هي تطورات دائمة متحركة ومتغيرة، يعني كل فترة بسيطة يطلع ما هو جديد وما هو من ناحية الخبرات التقنية، من ناحية الخبرات العلمية والعملية، ومن ناحية الخبرات التشخيصية والعلاجية خاصة في هذه الجراحات. أهميتها تكمن أن عندما نجلب مثل هؤلاء الزائرين من الأساتذة يكون هناك تواصل ما بين الفرق الطبية البحرينية الوطنية وما بين الفرق الطبية الأجنبية بخبراتها، فهي حقيقة تنقل خبرة إلى عدة أطباء، عوضا عن أن احنا كنا في السابق نرسل المريض إلى مثلا فرنسا وألمانيا. المريض نعم يستفيد هناك، ولكن أطبائنا لا يكونون على اطلاع دائم بما يحدث. هذه نقطة. النقطة الثانية أن لو لا سمح الله أي عملية جراحية في الدنيا قد تكون فيها مضاعفات بسيطة أو غير، لما يكون الفريق الطبي البحريني مشارك في مثل هذه الجراحات ومطلع على مثل هذه الجراحات يكون على دراية تامة فيما لو لا سمح الله حصلت أي نوع من أنواع المضاعفات، فبالتالي ممكن تداركها وممكن علاجها. فإذا بالإضافة ما تفضلت إليه من نقل الخبرات وتبادل الخبرات، إلا أن الفائدة الأساسية تعود حقيقة على المريض البحريني بالأساس. أولا يعالج في البحرين وسط أهله وسط ناسه، ثانيا فرقنا الطبية تكون على اطلاع وعلى دراية على كل ما هو جديد ومتطور في هذا النوع من العمليات، خاصة أن فرقنا الطبية الحمد لله عندها الكثير من الأساسيات الطبية والجراحية. طيب دكتور، دكتور جاسم وصلت الفكرة، لكن أريد بشكل عاجل، يعني تحدثت عن تطور معرفي وعلمي في مجال جراحة الدماغ والمخ والأعصاب، التطور المعرفي والعلمي أيضا يرافقه تطور تقني في هذا القطاع كما تفضلت. هل التقنيات الحديثة التي تحدثت عنها متوفرة في البحرين اليوم؟ يعني هذا الفريق الطبي جاء من فرنسا ونفذ أو قام بإجراء هذه العمليات على التقنيات الموجودة، هل البنية التحتية متكاملة وكافية وتواكب التطور دائما؟ تقريبا هي متكاملة، ولو جاء فريق طبي وطلب من عندنا تقنيات معينة فتوفيرها يكون بأسرع وقت ممكن. طيب جميل دكتور، هل سيؤثر ذلك على برنامج العلاج في الخارج استخدام الأطباء الزائرين؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على برنامج العلاج في الخارج إذا كان هناك حالات تستدعي السفر؟ لا بالعكس، هذا سوف يؤثر تأثير إيجابي. بدل أن نرسل مريض واحد ومريضين وثلاثة، إذا أخذنا في حساب التكلفة وإذا أخذنا في حساب السفر وفي حساب المرافقة وما يحمله من تأثير نفسي واجتماعي على الأسرة، كون أن مريضهم موجود في قارة بعيدة ويعالج هناك،
بالعكس، هذه انا ارى فيه ان في ايجابيه من الناحيه النفسيه، من الناحيه الاجتماعيه، واخر شيء حقيقه نحن نفكر فيه من الناحيه الماديه انه بيكون تكلفه اقل بكثير. هذا البروفيسور اجرى 3 عمليات بين الامس واليوم، هذه العمليات لو ان احنا ارسلناهم الى الخارج وكنا بسبيل ارسالهم للخارج، هذه العمليات كان سوف تكلف المريض الواحد ما لا يقل عن 30 إلى 50 ألف دينار. اجريت العمليه في البحرين بكفاءه متناهيه باطقم يعني فنيه، والحمد لله والى الان العمليات تكللت بالنجاح. الحمد لله، شكرا جزيلا لك الدكتور جاسم المهزع رئيس الاطباء بمجمع السلمانيه الطبيه.